هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي. كل المراحل وكل طلاب برايمري 3 مكملين مع بعض منهج كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم ليونت 10 لسن 1. درسنا النهارده هنشرح مع بعض الدرس كلمه كلمه، هنقرا كلماتنا بطريقه اصوات الحروف، وهنحل مع بعض ان شاء الله كل تدريبات كتاب المعاصر. احنا دلوقتي في الدرس الاول من الوحده العاشره منهج كونكت بلس 3. تعالوا نبدا. يلا بسم الله. الوقت هنقرا عنوان اليونت. وي نحن لاف نحب ادفنتشر المغامره. المغامره ادفنتشر. خلي بالك ان التي واليو والار والاي بننطقهم تشار تشار. تمام، تعالوا كده بقى نفتح كتاب المعاصر على بيج 148 ونقرا مع بعض كلمات درسنا. اول كلمه معانا، احنا الوقت بنتكلم على المغناطيس وانه بيجذب اي ميتال اي معدن او حديد. attract 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 يجذب، والسي بنطقها بصوت حرف الكي. تمام. الكلمه الثانيه اللي هي يتنقل اسمها navigate navigate. كمان ابره اللي هي زي البوصله اسمها needle needle. كمان كلمه البوصله بقى اسمها compass compass compass. خلي بالكو الإبرة اللي في البوصلة اسمها نيدل، لكن البوصلة نفسها compass compass. السي بنطقها بصوت حرف الكي. كمان ال يتنافر معناها ريبل، يعني يبعد عن بعضه، اللي هي الأقطاب المتشابهة. هنشوف في الدرس ريبل. طيب magnetic field هو المجال المغناطيسي اللي بيبقى حوالين المغناطيس نفسه اللي بيجذب الميتال. magnetic field. poles بولز اللي هي الأقطاب. poles بولز بول قطب، وبولز أقطاب أقطاب المغناطيس اللي هي حروف المغناطيس. تمام. بولز magnet مغناطيس magnet مغناطيس. المعدن اسمه ميتال ميتال. المغامرة adventure adventure. map خريطة. واي طريق أو اتجاه. piece جزء أو قطعة piece. كمان invisible يعني غير مرئي، يعني مش باين invisible. تمام، مش شايفينه. تعالوا نشوف كده بقى الأفعال بتاعة درسنا. أول فعل معانا point يشير، والماضي منه pointed. pull يجذب يجذب، المغناطيس مثلا بيجذب الميتال pulled. show يبين showed. كمان go يذهب went، وساي يقول سيد. تعالوا نشوف اهم التعبيرات ايه هي لما اقول let's. هيا بنا، يلا بينا. let's بيجي بعدها لازم لازم الفعل في المصدر. تمام. paint to paint يشير، وto الى يشير الى. خلي بالكو ليت هنا ليت اس، انتوا عارفين في قناه انجليزي كل المراحل مش بحب اعدي اي حاجه. ليتس دي هي اختصار اصلا لليت اس، ومعناها هيا بنا، ولازم لازم بعدها بيجي الفعل في المصدر، يعني من غير اي اضافه. يعني لما اقول مثلا يلا ناكل بعض الفشار، ليتس جيت سام بوب كورن. تمام. يلا بينا نشوف كلمه بالقرب من كلوز تو. السي بنطقها بصوت حرف الكي، والاس كانها زد. look for يبحث عن. تعالوا كده نروح لبيج 149 ونقرا مع بعض درسنا اللي هو الكونفرسيشن، درس المحادثه. يلا بينا. اول حاجه هنا الولد ده بيتكلم مع اصدقائه، وتعالوا نشوف بيقول لهم ايه. let's go and look for toys. تمام، بيقول لهم هيا بنا نذهب ونبحث عن لعب. that Mrs. Mona hid in the park مخبياها في الحديقة. she said هي قالت they are in the north ان هم في اتجاه الشمال. يعني واضح ان هم في رحلة، ومسز منى ان هي بتحاول تعمل فن معاهم والعاب، وقالت لهم ان هي مخبية الالعاب في الحديقة في اتجاه الشمال، وهم واضح ان معاهم اهو كومباس اللي هي البولس البوصلة. هنا البنت دي بتقول له yes ايوه I love adventure انا بحب المغامرة. if we walk اذا احنا مشينا a long way في طريق طويل we'll need a map احنا
سوف نحتاج لخريطة، تمام؟ طيب هنا طبعا we will دي اختصار يا ولاد ل we will، تمام. بعد كده بيقول ايه بقى؟ هنا بصوا اهو، البنت دي بتبدأ بقى تقول لهم why will we need a compass، لماذا احنا هنحتاج لبوصلة؟ فبيرد عليها، بصوا بتقول لهم ايه بقى؟ yes and، ايوه and sorry. بصوا هنا البنت الاول دي بتقول لهم ايه؟ yes ايوه احنا and we will need a compass too، واحنا كمان ايضا هنحتاج لبوصلة كمان. فهنا الولد ده بيسألها بيقول لها طب ليه احنا هنحتاج للبوصلة؟ بتقول له to so علشان توضح لنا where to go، أين نحن نذهب، إحنا هنذهب فين بالضبط، بتوضح لنا المكان الصح، تمام. تعالوا كده نروح لبيج 150 ونقرأ مع بعض درسنا. بصوا كده هنقرأ مع بعض، يلا امشوا معايا بقى بالقلم كلمة كلمة، تمام. أماجنت، هنتكلم على المغناطيس، تعالوا نتعرف عليه أكتر وأكتر. الماجنت ده is بيكون a piece of metal، هو قطعة من المعدن. That can بتقدر attract انها بتجذب or repel او بتنفر مش بتنجذب لي some other metals، بعض المعادن الاخرى. magnets المغناطيس دول، تمام. have بيبقى له a north pole and south pole، له قطب شمالي وقطب جنوبي، تمام. when the north pole، عندما القطب، تمام. بصوا كده عندما القطب هنا النورث، عندما القطب الشمالي، when the north pole، لما يكون القطب الشمالي of one magnet اهو هنا، تمام، is close to the south pole، قريب من القطب الشمالي of another magnet، لمغناطيس اخر، they attract، هما ايه؟ هينجذبوا. The north pole of a magnet repels the north pole of another magnet، يعني لو القطب الشمالي مع القطب الشمالي لمغناطيس تاني لا هيتنافروا من بعض. كمان بيقول لي ايه بقى؟ and the south pole of a magnet repels the south pole of another magnet. A magnetic field، المجال المغناطيسي هو عبارة عن ايه بقى؟ is an area، هو منطقة around، حول الماجنت، حول المغناطيس، which can pull objects، اللي بتقدر انها تجذب بعض الاشياء towards it، في اتجاهها او نحوها. we can't see this، احنا مش بنقدر نشوف الماجنتيك فيلد ده اللي هو المجال المغناطيسي، it's invisible، هو حاجة غير مرئية. a compass، البوصلة، can help you، بتقدر ان انت تساعدك navigate، تتنقل. The needle in a compass، الإبرة اللي في البوصلة، is a magnet، عبارة عن مغناطيس. It always points to the north، هي دايما بتشير إلى الشمال. تعالوا نشوف برضو هنا بيقول لك إيه. الماجنت attracts metal objects، إن الماجنت ده بيجذب الإيه؟ الأشياء الميتال المعدنية. تعالوا نشوف هنا، بصوا كلمة بيقول لك إيه بقى؟ attracts يعني بيجذب. شايفين في الصورة هنا ان المغناطيس اهو بيجذب كده معدن، ليه؟ بيخليك انه بيقرب على طول، attracts، وهنا لا بيبعد، بيبقى ripple، تمام، يتنافر، ripple، attract، يجذب. تعالوا نشوف كده في page 151 ونشوف بقى ان الماجنت has two poles، كل ماجنت، كل مغناطيس له قطبين، تمام. ادي الماجنت اهو، ده كده ماجنت، وليه north pole اللي هو القطب الشمالي وsouth pole القطب الجنوبي. بيقول لك بقى rules of the magnet، اللي هي قواعد المغناطيس ايه؟ ان النورث بنرمز له باول حرف منه اللي هو حرف الان، والساوث اول حرف منه اللي هو الاس، تمام. هنا بيقول ايه؟ طبعا احنا قلنا ان القطب النورث مع النورث لا ريبل، لكن النورث مع الساوث ايه؟ اتراكت، تمام. تعالوا نقرا ونحل مع بعض كده في بيج 151 ويلا نشوف هنا مع بعض. هنا بيقول ايه بقى؟ بصوا كده هنا، look at each pair، انظر كده لكل زوج من الماجنتس دي، then write whether they will attract or repel. تعالوا نشوف، بصوا هنا الاس، تمام، الحرف اهو، القطب ده الايه؟ الساوث
الايه الساوث بول مع الساوث بول، لا يبقى ايه نفس الاتجاه، يبقى لا ريبل يتنافروا. تمام، هنا الساوث بول مع النورث بول لا يبقى اتراكت، هيبقى ينجذبوا. هنا الماجنت ومفتاح، المفتاح ده من الميتال، يبقى لا هينجذب اليه اتراكت، تمام، لان المفتاح ميتال معدن. طيب الماجنت مع جلاس مع كوب او بلاستيك لا نو، يبقى ريبل لان هو بيجذب الايه الميتال بس. كمان مع التشير لا برضو ريبل هيتنافر لان التشير مش معدن. مع المسمار، المسمار ميتال معدن فهيبقى اتراكت، هيجذب المسمار لي. تعالوا نشوف بعد كده بقى، هنا بصوا هو في بيج 152، بصوا احنا ان هنتعلم ازاي نقرا بس الكلمات اللي هي الحرف الناقص. نا ذ ذ حرف ايه ده؟ الفي. نافي ج ج ج حرف الجي. ني حرف ايه ده؟ الاي، اي طويله دبل اي. كم م حرف الام. باس حرف الاس. كمان عندي اتراكت حرف التي. اتراك حرف السي بس بنطقها بصوت حرف الكي. ما ج ج حرف الجي. نت حرف التي. كل حرف له صوت يا ولاد. ري حرف الاي. ري ايه ايه حرف الاي. ريبل ل حرف الال. ما ج ن حرف الان. ماجنت تك السي بس بنطقها بصوت حرف الكي. تمام، فيلد اي وبعدها دي. بولز حرف الاو اللي هو صوت الاو، والاي بكتبها وما بنطقهاش، والاس ده طبعا اس الجمع. بكده نكون خلصنا درسنا، يا رب اكون قدرت افيدكم. باي باي.